مقلب جامد متين في اتنين متجوزين هي مش عارفة حاجة ومع جوزها مظبطين عايشين كده مبسوطين حب وعشرة سنين حبينا بس نعرف تتجر لحد فين الست طبيعي ملاها شك ولو رجلها زي الملك مهما كانت واثقة فيه ممكن الشيطان دماغها بيقول لها الراجل دايما عينه زيك اوعي تأني تسكتي عليه لازم تفضلي تراقبي مراتي في وردة مراتي في وردة مراتي في وردة مراتي في وردة. انا خدتك من تحت مش عشان نمضي اي حاجة ولا نقعد مع البروديوسر ولا اي كلام ده, خدتك عشان اقولك سر صغير احنا مخبينه عليك قبل ما انت تيجي. اتفضل. ايه هو بقى؟ انت جاي في برنامج اسمه كابلز. تمام. لا, انت جاي في برنامج اسمه مراتي في ورطة. الله. والله. البرنامج اللي اسمه مراتي في ورطة ده بقى ايه معناه؟ ان انت جاي النهاردة انت والمدام وعايزين نحط المدام كده في مقلب صغير شوية, حاجة كده اللي هو ايه نضحك عليها ومن ناحية تانية نبين شوية مشاعر جواها حلوة ان هي بقى بتحبك وبيتغير عليك والكلام ده. اكيد اي ست في الدنيا بتغير على جوزها طبعا. تمام. صح؟ وطبيعي هتغير من ايه؟ هتغير من ست تانية. تمام. احنا جبنا الست التانية. يا سلام. بس خلاص الموضوع بسيط اهو. هي بتتضايق من ايه مراتك؟ هي بتتضايق من ايه؟ من القهوة. بس قعدة القهوة؟ اه والله هي بتتضايق من قعدة القهوة. ما انا كنت ممكن تعمل البرنامج ده اطلقها. ليه بس؟ هننقذك. يعني احنا مش الدرجه دي حاسين مع بعض بقى لنا 15 سنه. يلا بينا ننزل نجيبها. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. تامر. ايوه. الاخبار عامل ايه؟ سوري. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الصدف دي؟ صدف سعيدة. هاي مريم صح؟ ايوه. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. دي صدفة؟ انت مين اللي قالك على البرنامج؟ محمد. فعلا؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. بس انا برضو اول مرة شفته كانت صدفة وحاجة برضو تبع الميديا. بجد؟ سارة كنت شفتها في مدينة الانتاج الاعلامي. اها. مرتين وصدفة برضو. ايوه. كل مرة كان يبقى تايه وانا بوصله. بس تاني مره دي كانت صدفه مدبره, قلت مش عارف اروح, قلت لك انا اعدي عليك اوديك. يعني دي كانت صدفه مفتعله بتاعه عبد الحليم. والله يعني انا قلت له كذا مره طب جرب حتى تشتغل في المجال ده, يعني هو متكلم وبشوش, فانا قلت له لازم تعمل كده اصلا. بس انا هفضل وراك لحد ما اوديك. توديني فين؟ تشتغل. تمثل حتى على لازم. والله انا بحب ضحكتك قوي, انت جميل, انا بحبك يعني حلوه ضحكتك, تقدر تعمل برنامج وتشد الناس. ربنا يخليك. غيرت رقمك ولا هو؟ لا هو كان مميز. سيت ايوه من اسطنبول. يلا انا جاهز. 3 2 1 اتفضل. كل اتنين مخطوبين او متجوزين بينهم قصة حب مختلفة, والاختلاف بيكون في شدة التوافق اللي بينهم. في برنامجنا كابلز بنشوف اكتر اتنين متوافقين وبيكسبوا رحلة اسبوع لتركيا شامل الاقامة والسفر. انا ضيفي النهاردة صدفة ودايما بشوفه صدفة. تامر. ايوة. ومدام ايه؟ شيرين. شيرين. انا اسفة. ممكن اعيد تاني؟ انا اسفين يا جماعة معلش. طيب. يلا تامر اتفضل. يلا. ضيفي النهاردة تامر ومدام شيرين. انا برحب بيك في البرنامج وبسالك عندك فكره عن المسابقه؟ تشاش. برنامجنا عباره عن مسابقه اسئله على فقرات, بسالكم الاسئله دي ولو كانت اجاباتكم متوافقه بتكسبوا رحله اسبوع لتركيا شامل الاقامه والسفر. تمام. جاهز؟ جاهز. فاصل وهنرجع تاني مع تامر ومدام شيرين. فين الاعلانات؟ لا دي الاعلانات دي عندهم بقى مش عندي انا. والله دمه خفيف قوي. انت فاكر اصلا يوم اللي قابلتك فيه ده انا كنت رايحه متضايقه جدا
يعني هو ماشي عارفه لما تلاقي حد تايه كده فلقاني بقى مش انت لقيتني. هو ما قاليش ان هو قبل كده مش عارفه يعني انا ما اعرفش بس انا عارفه ان تامر متجوز عنده اولاد ماشي بس هو ما قاليش ان هو قبل كده قابلنا كتير اصلا بعد بجد. كده طيب كويس انا عايزه اقول لك انه بيلعب طاوله هايل هايل لا دي انا متاكده منها اه والله العظيم هو اللي علمني الطاوله اصلا انت ما بتقولش المدام يعني ده انا حتى قلت له عرفني عليها يعني ايوه ايوه سوسو ايه ده بتقولي يا سوسو ده بقول لك يا توتي بقى قدامي ايوه هقول يا توتي هتقولي يا سوسو بقول لك يا توتي لازم اعلمك طاوله وقتك تقعدي معانا على القهوه تخيلي بيقعدني على قهوه يعني انا لا بس هو القهوه اللي بيقعد عليها ما بتقعدش عليها بنات لا قهوه ثانيه بس فيها اجانب فبيقعدوا عليها بنات وولاد بس بنزل بقى متحوله بقى يعني كاب بقى كل ده عشان اتعلم طاوله بس طب وتعلمتي؟ هو لسه بيغلبني بس يعني بحاول طيب ورجعنا لكم تاني مع تامر ومدام شيرين واول فقره معانا النهارده اسئله ليكم انتوا الاثنين تامر انتوا متجوزين بقالكوا قد ايه؟ 15 سنة 11 سنة يعني 11 سنة جواز لسه بتحب مدام شيرين؟ اه طبعا اكيد مش هم عيالي بتحبها عشان هم عيالك بس؟ وعشان مراتي بس؟ مش بتحبها عشان حبيبتك؟ مش بتحبها عشان هي حبيبتك؟ ايه؟ مش بتحبها عشان هي حبيبتك يعني؟ يعني مش عشان حبيبتي طبعا اكيد ليه مدام شيرين؟ انا بحبها عشان حبيبي طب واللي يحب مراته يقعد طول الوقت بره البيت كده على القهاوي؟ لا دي حاجه ودي حاجه انت عرفتي كمان ان هو بيقعد على القهوه طول الوقت انا هحكي لك بلاوي طب كويس مدام شيرين سؤالي ليكي انت دلوقتي تعرفي كل حاجه عن جوزك هو واضح انه لا بس انا اسالك تاني تعرفي كل حاجه عن جوزك هو كل حاجه ما عدا انه قبلك هي دي الحاجه الوحيده اللي ما اعرفهاش انا مش عارفه يعني انا عارفه كل حاجه عنك عني انا يعني عارفه عنكم عن البيت وكده يعني كويس طب ليه ما قلتلهاش يعني انا كذا مره اقول له عرفني على بيتك للاسف بقى ده سوء حظ ليا انا للاسف صح؟ على العموم هنجي نتعرف ان شاء الله تبقى تيجي انا عندي برده بنت صغيره كده بتلعب كان اسمها ايه كنزي عندك بنت صغيره صح شفتيها لا يعني هو لسه ما شفتيهاش لا بس ان شاء الله يعني هتعرف عليكي اكتر اكيد طبعا ان شاء الله يشرفني تنورينا طبعا ان شاء الله حضرتك حامل صح ولد تاني ولا بنت؟ لا لسه ما نعرفش انا ما عرفته كنت لسه داخله برضه في حمل فكان قال لي لو جيت ولد سميه ياسين فانا بس انا جبت بنوته سميتها جنى ان شاء الله بقى انت تجيبي ياسين سؤالي بقى لحضرتك بتثقي في جوزك؟ قوي؟ بيحكي لك عن علاقاته قبل الجواز علاقاته في الجامعه اصدقائه علاقاته في الجامعه انا كنت عارفاها لاني كنت زميلته اصدقائه بقى التانيين بره مجال شغله خالص اصدقائه التانيين بره مجال شغله انا اعرفهم بس مش هعرف يعني ما يهمنيش اعرف هم يعني مشاكلهم وحياتهم علاقته بيهم انا عارفاها حدودها ايه يعني انت مع الستات اللي مقتنعين ان فرق السن بين الراجل والست مش مشكله خالص يعني ممكن يعني الست تحب راجل اكبر منها 10 سنين مثلا والله اكيد ادم حبيته يبقى بيفكر بالطريقه اللي هي انت متضايقه منه من حاجه؟ لا خالص اصل انت بصيتي له بصه غريبه دلوقتي فمتضايقه من حاجه؟ ادم بتحبه فاكيد يعني بيفكر بطريقه تعجبها تعملي ايه مثلا لو في حياه جوزك في علاقات تانية يعني ولو ظهرت لك علاقه فجاه في حياتك هتعملي ايه؟ هواجهه بيها انت بتحبيه فمش هتبقي انانيه صح؟ يعني ممكن تسيبيهم يرجعوا لبعض تاني او تسمحي بوجود واحده تانية في حياتك ما كانش في حد قبل كده عشان يبقى حد يرجع تاني انا بقول لك لو ظهر لك في حياته لو ظهر لي في حياته هواجهه بالعلاقه واشوف ايه وجهه نظره فيها ونقعد نتكلم مع بعض طب ما انا كنت شايفه ان في حاجات انت ما تعرفيهاش يمكن لا ما هو عرفته بيكي ده مش علاقه لانه قبلك وان انت عرفتيه طريق زي ما انت ما بتقولي دي مش علاقة دي مجرد صدفة على قد الكلام اللي يقدر يعني اللي اقدر اقوله في برنامج يا استاذ سارة نعم لا احنا كده بره البرنامج بعد اذنك احنا خرجنا على السكريبت خالص في اسئلة من بره خالص معلش والله سوري هو الكلام جاب بعضه مش قصدي يعني طب يا ريت نلتزم بالسكريبت والاسئلة الفقرة الجاية هتكون معانا مدام شيماء بس ايه سوري شيرين انا دايما بنسى اسمها على فكرة مش عارفه يعني اسمها ما تنسيش اشمعنى شيرين
اوكي. الفقره الجايه هتكون معانا مدام شيرين بس من غير تامر. فاصل وهنرجع تاني مع مدام شيرين. استاذ احمد لا اتفضل. ممكن حد يعمل بس الشاي من غير سكر او عصير فريش؟ ورجعنا لكم تاني مع مدام شيرين وتاني فقره معانا النهارده، فقره ايه ومين وامتى. مدام شيرين، مين بيحب التاني اكتر واكتر حاجه بتحبيها في تامر؟ مين بيحب التاني اكتر؟ اعتقد ان احنا الاثنين بنحب بعض قد بعض يعني. اكتر حاجه بتحبيها فيه؟ اكتر حاجه بحبها فيه ان هو حنين قوي عليا انا والولاد. هو حنين قوي فعلا. امتى اخر مره قالك بيحبك فيها؟ لسه قايلي دلوقتي واحنا جايين. ايه اكتر اغنيه ومطرب تامر بيحبهم؟ تامر بيحب هاني شاكر وعبد الحليم. ما بيحبهمش؟ لا، هو بيحب محمد منير وبيحب محمد فؤاد. اكتر حاجه بيحبها لمحمد منير ايه؟ اكتر اغنيه بيحبها بجد لمحمد منير؟ يعني هو بيحب اغاني منير كلها. طب قولي اغنيه عشان انا يعني ابقى عارفاها عشان النتيجه محدده. يعني سو يا سو. انت عارفه ان اسم الدلع بتاعي سو بجد؟ اه والله. يمكن عشان كده بيحبها. ممكن. اكتر فيلم بيحبه واكتر ممثل بيحبه؟ هو بيحب افلام الاكشن وبيحب ممثلين الاكشن. بيحب احمد سقا وبيحب احمد حلمي وبيحب احمد سعد ومحمد سعد سوري. بتهيالي بيحب فيلم الجزيره. بس طب هاخد بس اسم اكتر ممثل هو بيحب. اكتر ممثل هو بيحبه؟ سؤال صعب اغششهولك؟ هو انت عارفه؟ انا عارفه. طب قول. طب هو بيحب نور الشريف؟ وبيحب نور الشريف. بيحب كل ممثلين العظماء يعني. دلوقتي هندخل تامر وهنساله نفس الاسئله اللي سالناها لمدام شيرين. فاصل وهنرجع تاني مع تامر. ممكن حد يندى استاذ تامر؟ تامر جابولك شاي؟ لا. ايه ده؟ شفتي؟ هنشربه سوا مع بعض بعد الحلقه. ماشي. انت معاكي عربيه؟ لا، عربيته. بتعرف تسوق؟ مين؟ مراتي؟ اه. هو علمك برضه السواقه؟ لا، مش هو اللي علمني. مفيش زوج بيعلم مراته السواقه ابدا. مش هينفع. خلاص، عشان هي ممكن تروح عشان الولاد. انا عايزه اكلم معاك بس شويه صغيره. يلا رجعني من الفاصل بقى. ورجعنا لكم تاني مع تامر ومدام شيرين، ودلوقتي هنساله نفس الاسئله ونشوف التوافق في الاجابات. تامر، مين بيحب التاني اكتر واكتر حاجه بتحبها في مدام شيرين؟ السؤال الصعب ده. لا يعني مين بيحب التاني اكتر؟ طيب هجزقه لك. ايه انت بتسالني انا؟ انا بحبها اكتر. طيب ايه اكتر اغنيه ومطرب انت بتحبهم؟ هات لي اسم مطرب واغنيته. محمد منير. اكتر اغنيه بتحبها لمحمد منير؟ اسمر يا اسمراني. ماشي، انا برضو غششتها على محمد منير. اكتر فيلم وممثل انت بتحبه؟ فيلم واحد وممثل واحد. ممثل انا بحب نور الشريف. اوكي. فيلم الجزيره مثلا لاحمد السقا، ده حلو. ماشي. دلوقتي هيبقى معانا تامر بس من غير مدام شيرين. فاصل وهنرجع تاني مع تامر. طب هنقوم نرجع مكاننا ولا هتحطي ديل بيس في ودنك ولا ايه؟ يلا يا استاذ فيه نرجع مكاننا. انت سامعانا ولا ايه؟ تلبسي ديل بيس. يلا اقعدي في مكانك. قلت لك عندي مشكله في الصوت. اضحك. بص يا ابني، كان بيقول لك عليه بالظبط. استاذ تامر بعد اذنك، هو حضرتك تعرف مدام؟ تعرف الاستاذ؟ انا اسف استاذ. اه صدقني دي دردشه. طيب واحنا عايزين. ماشي اتفضل. يعني هنبتدي يلا استاذ ساره. يلا يلا.
ماشي. دلوقتي هترجع لنا مدام شيرين وهنسألها هي وتامر نفس الأسئلة. فاصل وهنرجع لكم تاني. اتفضل دخل مدام شيرين. معلش يا جماعة، يبدو ان انتم مضطرين بقى تستضيفوني معاكم. عادي مضطرين ليه؟ يعني مشكلة. ها؟ ليه؟ مفيش. انت مش رايحة؟ حاضرين. سوا تعالي لي الكنترول بعد اذنك. تامر بفضلك ارجع تحل الموقف ده. لا مش تهريج، انا ما بهزرش. ايه دي؟ ملا. شفتي سوسو؟ شفت سوسو؟ بريدنا بتحب اغنية سويا سو عشان خاطر سوسو؟ لا مش سويا سو، اسمر اسمران. هو منير بيغني اسمر ياسمراني؟ حبيبي اسمر ولا بيغني؟ ما بيغنيش اسمر ياسمراني، دي بتاعت شادي اسمر ياسمراني دي. يا سلام غناها. او فايز احمد حد كده يعني. غناها في مره. بيغني اغنيه اسمها ياسمراني اللون. ولا كلمه. جو عادي يلا. بس هي شكلها مخطوبه، هي متجوزه ومخلفه كمان. ولا شرعها يسمع، شرعهم يسمع. سابت جوزها. سابت جوزها. طيب خلاص مفيش مشكله حبيبي، يلا روح العب معاه شطرنج طاوله. سوري طاوله، خليكوا في الشطرنج عشان مخكوا يشتغل، ما تقعدوش تعملوا كده يبقى الدنيا فيها فراغ. عشان الناس عيب كده الكلام ده، كنا هتعرفني قبل كده. مش صح. هتروحي انت وانا؟ مفيش اي مشكله، انا هروح انت وانا. انا هدخل. ماشي، ابقى اخدها معانا، ايه رايك؟ ماشي. انت وهي روح لوحدك وانا اروح لوحدي. ليه نجيبها معانا؟ مش مشكله. لا 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 ما ينفعش. فين ال عموما انا عديت الموقف ده بس عشان الناس جوه، اكيد لازم يعني اخلص والحلقه تخلص. تمام، بس انا ليا كلام معاك تاني بعد البرنامج. اوكي نسيت شكلك خلاص. انا هارت يعني شافت تشتغلي. ايه انت شافت تشتغلي خلاص؟ شكلك توترت. شكلها توترت زياده عن اللزوم. سوري معلش، انا ما اعرفش ان انا هوترك قوي كده. كنت اعرف. لا على فكره مش متوتره منك، انا متوتره بس عشان انا شفت تامر وانا يعني. لا انت شكلك لا اوريدي يعني. انت بتشوفي تامر كتير فما تتوتريش، فهو تقريبا الجديد النهارده ان انت شفتيني، فده شكله وترك قوي. لا هو الجديد ان انا وانت كنا في نفس الموقف مع بعض. ازاي ليه؟ هو انت يعني كنت مراته قبل كده؟ لا مش مراته بس يعني. لا هو برضه عشان اريحك، انا بقالي فتره ما شفتوش يعني، فلما شفته برضه النهارده كانت مفاجاه يعني. انا على فكره مش تعبانه، انا حتى لو كنت شفتيه وبشوفيه كل يوم مفيش اي مشكله عندي، انا واثقه فيه. ماشي، انا كمان برضه واثقه فيه وعارفه انا برضه بالنسبه له ايه برضه. طيب اوكي. على فكره انت كنت وحشني قوي والله، انا اتوترت لما دخلت وشفت. طب ايه ده؟ هو الناس الوحشين بعد كده مش بيسلموا على بعض بحراره شويه؟ ما انا قلت لك انت اول مره شفتيه حتى ان انا وانت كنا. لا عادي عادي، جو اهد، انا مفيش مشكله والله. قومي يعني خديه بالحضن وعادي مفيش اي مشكله. لا احنا برنامج بس حضرتك يعني بعد خلاص بعد البرنامج تاخديه معاه شويه. بعدين انا موافقه يا تامر، مفيش عندي اي مشكله. طب يا تامر ما هي موافقه كده، انت ليه الاول قلت لي ما ينفعش اتجوز؟ انا شفتي بقى على فكره، عشان ده معناه ان هو ما بيقولكيش الحقيقه. تقريبا كان عايز يتملص من الموضوع. لا مش يتملص، هو كان عايز يتجوز في السر، بس انا ما برضاش اتجوز في السر خالص. يلا يا بابا يلا خلينا نخلص. وعموما برضه انا ممكن اقول لك الحاجه تضايقك قوي. ايه هي؟ تضايقك بجد. انا ما بضايقش. لا انا ممكن اخليكي على حاجه يعني بصي تقلب الدنيا كلها. لا 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 ما بقلبهاش، الدنيا تتقلب بقى مش عليا انا. والله أكيد. دي الحاجه الوحيده اللي بجد ما قلكيش عليها فعلا. عارفه ايه هي؟ ايه هي؟ انه ما يعرفكيش. هو اكيد ان هو ما يعرفكيش. اقول لها؟ خلينا في الحلقه احسن. اقول لها السر اللي انت مخبيه عليها؟ خلينا في الحلقه احسن. هقول لها يا تامر. خلينا في الحلقه. هقول لها. قولي لها. انت بنوتك اسمها ايه؟ انت دي حريه شخصيه. تامر انا هقول لها. قولي لها. حريه شخصيه ان بنوتك اسمها ايه؟ بس عايزه اسالك. قلت جنى. جنى؟
اي اوعى تكون جانا بنته هي دي اللي انا ما اعرفوش. اوعى تبر انا هقولها السر اللي انا وانت مخبينه عليه. انت ولا ماشي ماشي؟ لا طبعا لا هقول. لا ما تقوليش. لا هقول لها ان انا عملت فيها مقلب. انا عارفه ان انت عملت فيها ورطه انا واستاذ تامر. ممكن ساعتها بدل شريف. شفتي؟ ما صدقتيش. قالت لك هتكون جانا دي بنت. ما هو خلاص ما عادش فاضل غير كده ان انا ممكن ما كنتش عارفاه. طب لو كانت جانا زي انت كنت كانت هتبقى حاجه ثانيه بقى على الاستوديو ده. الدنيا دلوقتي هتبتدي يحصل فيها انفجارات يعني. انت بتمسك كده قدامي. ايوه لا خلاص. انا قلت لك مراتي مش هتاكل الموضوع ده بالسهل. انا عايزه كلمه من مدام شريف لاستاذ تامر. هقول له بحبك. هقول ان انا بحبها جدا